طب ولو بصينا على اللوكيشنز، اماكن التصوير، ناس كتير بتسأل يعني، طبعا يعني وجود السواحل الليبيه بالقرب مننا مخلي اننا نتصور في نفس الاجواء شيء مش محدش هيلحظه بالعين المجرده يعني. لكن قول لي اماكن التصوير يعني على سبيل المثال، الحاجات اللي تمت في عرض البحر، الحاجات اللي تمت على السواحل المصريه، المشهد يعني الشهير بتاع داعش وقتل المصريين على بهذه الطريقه حصل فين؟ هم كانوا مصوروا في اكتر من مكان حقيقي يعني. المشاهد اللي فيها بحر في عرض البحر دي خارج في المياه الاقليميه، وفي اماكن في السويس، وفي اماكن في عرض الصحراء. يعني هو ظروف وطقس الفيلم ظروف صعبه جدا واجواءه صعبه، لان هو انت عمل حربي ملحمي، فبالتالي بتختار لوكيشنز مختلفه تكون بعيده عن العمار او العمران، وفي نفس الوقت بتدي نفس الايحاء اللي موجود. فدي كانت ظروف الفيلم وصعوبتها في ان انت تروح في اماكن بعيده جدا. يعني يمكن استاذ احمد السقا كان موجود معانا في ندوه، وكان بيتكلم على صعوبه التصوير المشاهد. فمثلا مشهد، لو حضرتك شفت الفيلم هتلاقي فيه مشهد في البدايه خالص يعني عباره كبيره في وسط الميه. فالمشهد ده بقى في المياه الاقليميه، فانت وطبعا هي يعني سفينه مهجوره ما هياش شغاله يعني. فعشان مثلا تدخل الحمام فانت محتاج تطلع من المركب للبر نص ساعة، تدخل الحمام وترجع تاني. لو مثلا محتاج تاخد بريك لازم تطلع وترجع تاني. يعني حتى المشهد الواحد ممكن تصور في أكتر من يوم بصعوبة شديدة جدا، بس في النهاية انت حسيت بأجواء المكان اللي انت مصور فيه، وحسيت بحجم المعاناة اللي الناس بتعانيها في الأماكن دي. بشكل عام فيلم السرب نقلنا فين في الأكشن بشكل عام، إن كان حتى يعني الأكشن أو حتى يمكن الأعمال الوطنية اللي احنا دلوقتي بقينا بالفعل بنعرف ننقلها للجمهور بشكل ما فيهوش نوع من أنواع الضغط أو التلقين. بالعكس هي أعمال بالفعل بتوثق أحداث حصلت، والجيل نفسه عايش اللي عاصرها، حاضر هذه الحادثة وبالفعل عاشها وعاش كل المشاعر بتاعتها، وبيعرف كل حتى التفاصيل المتعلقة بيها من خلال هذه الأعمال الدرامية، من خلال دمج المشاهد الواقعية أو الأحداث الواقعية بالدراما وبالسينما. شايف إن إحنا دلوقتي وصلنا فين في النقطة دي، نقطة الأكشن ونقطة الأعمال الوطنية؟ إحنا طبعا وصلنا لمرحلة كبيرة جدا ونقلة كبيرة. عشان كده أنا بشوف إن هو الأعمال بتاعتنا دي محتاجة تتعرض برة، لأن هي على نفس مستوى التقنيات والإمكانيات اللي تفتخري بيها برة. ما تحسيش إن أنت مقدمة عمل ينقصه شيء على مستوى التكنيك وعلى مستوى التصوير. إحنا اتنقلنا نقلة كبيرة جدا في مجال الأكشن في الفترة الأخيرة، سواء بنجومنا اللي عندهم المخاطره وعندهم القدره على ان هم يستوعبوا المشاهد دي ويقدموها بشكل جيد، ويستعينوا بمدربين ويتدربوا لحد ما يوصلوا المشاهد تبقى متقدمه بتكنيك قوي ومظبوط. بالاضافه لفكره ان احنا دراما الوعي او سينما الوعي احنا تقدمنا فيها بشكل كبير جدا، لان احنا عندنا مخزون كبير وعندنا قضايا وتحديات عشناها والعالم كله عارفها، فبالتالي انت بتقدري تستدعي منها القصص اللي تستاهل ان هو العالم كله يشوفها ويشعر بيها. طبعا في قصص كتير جدا تستحق، ولكن مش كل القصص ممكن تتحول لدراما او سينما، يعني بتحتاج تفاصيل اكتر او اشياء اعمق شويه عشان تقدر تحوليها لمنتج درامي وما يبقاش عمل وثائقي. ففي نقله كبيره حاصله، واعتقد ان ده هيفتح الباب الفتره اللي جايه ان هو يبقى فيه اعمال اكتر واكتر، وده اللي احنا كنا بننادي بيه لفترات طويله، ان احنا عندنا حجم بطولات كتير جدا وعندنا تحديات كتير جدا عشناها لحد ما وصلنا للي احنا فيه طبعًا. حاليا ما وصلنا لهوش بسهوله يعني. هو زي ما احنا بنقول هو عمل بالفعل مكتمل الاركان، ويعني احنا بندعو حضراتكم اللي ما شافش الفيلم حقيقي العمل يستحق ان انتوا تروحوا وتشوفوه.